الإسلامي. أهلا بكم للتراب الإسلامية جميعا من جميع التراب الإسلامية، ويحب ويسعى إلى إيجاد مناطق مشتركة وإيجاد حوار بين التراب الإسلامية والتيارات الغير إسلامية كالليبرالية والعلمانية والغير إسلامية أساسا، فإننا نسعى إلى أن يكون مكونات هذا البلد على قلب رجل واحد، لأن من وجهة نظرنا إن البلد دي مش هتقف على رجليها إلا إذا حصل اتحاد بين مكوناتها. مكوناتها يعني المكون الإسلامي، التيارات الإسلامية والتيارات الليبرالية، وأيضا التنسيق مع غيرهم في من شركاء هذا البلد، وكل مكون له حق في هذا البلد. طيب احنا كائتلاف اسلامي حر من اوائل التيارات الاسلاميه اللي دعت للاعتصام يوم 8/7، وهذا موجود على الفيسبوك في موقعنا يوم 24/6، ولكن احنا كان لينا وجهه نظر وما زلنا متمسكين بهذه الوجهه، اننا مع المطالب الاتفاقيه واننا ضد رفع شعارات خلافيه، ليس لاننا نحب جهه او نمالك جهه، ولكننا نرى ان الثوره لن تحقق اهدافها الا اذا كان هذا الميدان على قلب رجل واحد وعلى يد واحده، ولن يكون هذا الميدان على يد على قلب رجل واحد، ولن يكون على قلب رجل يستطيع فرض مطالبه الا اذا اتفقنا على المطالب. والمطالب اللي احنا نزلنا من اجلها هنا هي المطالب الغير خلافية والشعارات الغير خلافية، ولكي يحقق هذا الاعتصام الغرض منه لابد ان تكون مطالبنا هي مطالب القوى الوطنية جميعا داخل وخارج الميدان. نحن نرى اول هذه المطالب التوافقية محاكمة علنية للمجرم حسني مبارك ولنظامه الطاغي، محاكمة علنية لحبيب العدلي. هذه المحاكمة ليس على قتل الثوار فقط، ولكن على ما فعله حسني مبارك في 30 سنة حكم. حسني مبارك لابد أن يحاكم بجريمة الخيانة العظمى. حسني مبارك أصاب 20% من الشعب المصري بالسرطان بالمبيدات المسرطنة اللي كان بيأمر يوسف والي بأمر مباشر يدخلها. حسني مبارك باع البلد للأمريكان ولليهود. حسني مبارك مفيش دولة في العالم ولا شعب في العالم زعل على حسني مبارك إلا دولة إسرائيل والشعب اليهودي. يجب أيضا وجود محاكمة علنية للقناصة، القناصة اللي قتلوا الشهداء، يجب أن تكون هناك محاكمة علنية ويقال لنا أسماء القناصة التي ضربت المعتصمون والثوار في ميدان التحرير. أيضا لابد من هيكلة وتطهير وزارة الداخلية. أيضا لابد من حل الأمن الوطني، نقولها صريحة، لابد من حل الأمن الوطني، لأن الأمن الوطني بيرتكب جريمة في حق السجناء السياسيين. الأمن الوطني حابس 75 سجين سياسي حتى الآن من عصر مبارك، وهذا مطلب من المطالب التي أنساها لنا الأمن الوطني وأنسى القوة الثورية. من ضمن العشر مطالب اللي كانوا متعلقين في الميدان هي الإفراج عن السجناء السياسيين، ولم يتم الإفراج عن السجناء السياسيين حتى الآن. أيضا بنطالب بعدالة اجتماعية، أيضا نطالب بحرية حقيقية، أيضا بنطالب تطهير الحكومة من النظام السابق، من أسباب النظام السابق الذين يثيرون الفتن بين مكونات الشعب، دائما تنظر وراء كل فتنة طائفية زيل من أزيال هذا النظام الفاسد. نحن مع المطالب التوافقية التي تعلق أمام مجمع التحرير، لكننا لا نرفع شعارنا الخلافي. نحن ممن يؤمنون بالانتخابات اولا، ولكن لا نرفع هذا الشعار هنا. نحن ضد الشعار الخلافي اذا كان يمثلنا، كذلك ضد الشعار الخلافي ان كان يمثل غيرنا. فالشعارات الخلافيه هي التي سوف تفسد الاعتصام. نحن نقول يجب ان تكون يدنا يدا واحده في المطالب التي تهم الشعب المصري كله.
ولن ينجح الاعتصام الا اذا رجع الثوار على قلب رجل واحد، وهذا هو مطلبنا الاول والاخير. نعم المطالب الاتفاقيه لا المطالب الخلافيه التي تفرق بين ثوار شعب مصر. جزاكم الله خير. محمد محمود خد عندك.